يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب علم وأعمل في إحدى الشركات، ولكن راتبي لا يكفيني وأهلي، مما يضطرني إلى الاقتراض حتى أثقلتني الديون، ولا يعلم بحالي هذه إلا زوجتي، فهل إذا طلبت الزكاة من بعض الإخوان يصدق علي حديث من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب ذل؟ من فتح باب مسألة من غير حاجة، أما اللي يسأل من حاجة لا بأس، لا بأس محتاج، لا بأس أنه يسأل، أما إذا سأل تكثرا من غير حاجة هذا هو المحرم والمحظور، فلا بأس إذا احتجت أنك تسأل أهل الخير. نعم. الحديث رجل أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، تحل له المسألة في الحديث، المحتاج تحل له المسألة، الناس ما يدرون عنه ويسأل.